بالصغر يعني كان عندي اهتمام في شغل الإبرة، في الحياكة، في التطريز، تركيب قطع القماش على بعض. ومن هذا المنطلق جت الفكرة، حبيت أني أوظف هذا الاهتمام في فكرة مختلفة وغير تقليدية عن الموجود في السوق. المنتجات الخاصة بالإبل مختلفة، مثلاً عندي الجلال، عندي الخرج، عندي الخطام وخلافه. المنتجات هذه احنا طورناها وقدمناها بشكل مختلف وعصري، ولكن مع المحافظة على الأصالة. لما بديت في المشروع كانت من أكبر التحديات اللي واجهتني اللي هي المقاسات أو أخذ المقاسات، لكن مع الوقت قدرنا نوصل بعض الملاك اللي عندهم إبل مزاين تناسب أننا نقوس عليها المنتجات الجديدة. أنا فخورة جداً بأني كنت جزء من هذا المهرجان من خلال تكريم الفائزين. كرمنا الفائزين بخمسة مراكز، ثلاثة منتجات مختلفة اللي هي البيارك والقلايد وأيضاً الأوشحة. عندي من الشغف والإيمان بالفكرة القدر اللي خلاني أقدر أوصل قرار أنه أستغني عن وظيفتي عشان أقدر أركز على المشروع وأعطي فيه أكثر. طموحنا في سفائف أنه نقدر نفتح مصنع على مستوى عالي قادر على تغطية احتياجات السوق المحلي وأيضاً احتياجات السوق في دول الخليج. وإذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، بإذن الله نوصل للعالمية.